هاي ايفريون، معاكم شيماء منير. بصراحة النهاردة حسن كلمني وقال لي مش شيماء، انا مش فاهم يونت 4 و5 و6 من ماكملن 1، يا ريت تنزلهم لي وانا متابعك على طول. فبقول لك يا حسن ركز معايا، النهاردة هنبتدي مع بعض بيونت 4 ماكملن 4 primary 1. Let's start. First we have here new words. Please listen to me carefully while I'm reading. اسمعني كويس جدا وانا بقرا الكلمات. My secret garden, my secret garden. Garden, garden. Grass, grass. Key, key. Bun, bun. Open, open. Close, close. Run, run. Snake, snake. Rug, rug. Butterfly, butterfly. Mug, mug. Jug, jug. Okay. Here we have here some prepositions. معنى هنا حروف الجر. تعالوا نسمع مع بعض. On a tree. On فوق. On a tree. On the wall. على الحيطة. On the wall. On a rock. On a rock. على الحجر أو الصخرة. اوكي عندنا بقى preposition التاني ان. In the pond. In the pond. In معنى في. In a nest. In the tall grass. اوكي يبقى احنا عندنا preposition on فوق و in في. اوكي we have here new structure. عادة السؤال عبارة عن جملة في بدايتها دايما أول حرف لازم يكون capital letter، في نهاية الجملة بنحط question mark عشان نبين ده سؤال، علامة الاستفهام اللي هي question mark اللي هي دي. Okay, what is this? What is this? What is this؟ هنا بسأل بيها عن حاجة واحدة بس singular. What is this? What بمعنى كلمة ما أو ماذا؟ ما هذا؟ What is this؟ طب لو جمع plural يا حسن هنقول إيه؟ What are these؟ هنا بتيجي عن many plural، أكتر من حاجة بسأل عنها. عادة الإجابة تبقى these are or this is. أوكي على حسب السؤال هنشوف مع بعض أهو. طيب زي ما احنا قلنا بنسأل بالمفرد بنقول what is this، ولو الجمع نقول what are these. They are apples for example. هنا عندنا questions نحط هنا at or they or are حسب السبجكت الموجود بناء عليه. طيب ده كان ببساطة جدا شرح يونت 4 for Macmillan 1 زي ما طلب مني حسن. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. Don't forget to like and share my video. Thanks so much and see you soon. Bye.